السفر إلى بوتسوانا مع زميلي محمد سعيد اللي دايما بيكون متواجد في تدريبات النادي الأهلي واللي دايما بيطلعنا على كل جديد. محمد برحب بيك. برحب بيك يا عمر، أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين. محمد، طبعا في البداية كان في تدريبات صباح اليوم، شفنا أكثر من لاعب اكتفوا بالتدريبات الخاصة بالجيم على أن يتم الاستعانة بهم يوم الاثنين في آخر تدريب للنادي الأهلي قبل السفر إلى بوتسوانا. طمنا على آخر الأخبار، إصابات اللاعبين، الإجهاد، وأيضا على الاستعداد للسفر إلى بوتسوانا فجر الثلاثاء إن شاء الله. عايز اطمنك اولا يا عمر، طبعا النهارده التدريب ده كان تدريب صباحي، وخلال الفتره الاخيره يمكن اخر 48 ساعه كارسيرون حرص على ان الفريق يؤدي تدريباته في الصباح الباكر. ميعاد التجمع اللعيبه كلها تكون الساعه 8 الصبح، تناول وجبه الافطار داخل النادي، ثم محاضره، وبعدها تدريب بدا تكون حوالي الساعه 9:15. تدريب النهارده كان قوي جدا وشاق واستمر لمده ساعتين بالظبط. التمرين استمر حتى الساعه 11:00. لو هتكلم عن الشكل العام للتمرين، بدا بمعدلات جري بدني، ثم فضل الجهاز الفني انه يريح عدد من اللاعبين. كما ذكرت يا عمر، هذه او هؤلاء اللاعبين محتاجين شويه ان هم بس ايه تدريبهم على بعض الجمل البدنيه الخفيفه عشان ما يكونش في معدل بدني شاق او احدهم يتعرض لاصابه في الفتره القادمه، نتيجه ان في قياسات بتتعمل بينها المعد البدني مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم عشان يشوف الحاله البدنيه لكل لاعب، فبالتالي بيتم راحه عدد من اللاعبين في الفتره الاخيره في عدد من التدريبات. النهارده كان احمد فتحي الجهاز فضل يريحه، علي معلول بعد غيابه بالامس النهارده الجهاز فضل ما يخش في التقسيمه الجماعيه لان التقسيمه كانت قويه جدا واحكي لك اللي حصل فيها. ايضا كمان بالنسبه لسعد سمير، الاداء النهارده في التقسيمه الجهاز الفني فضل ان هو يريحه في المران الجماعي ويؤدي تدريبات بدنيه خفيفه ثم يستكمل بتدريبات تشبه في صاله الجيم. باسم علي رغم انه خلاص يعني الحمد لله اصبح جاهز ولائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن نتيجه قوه التدريب اليوم فضل الجهاز برضه ان باسم علي ما ياخدش في التقسيمه الجماعيه ويخد تدريبات بدنيه خفيفه انتظارا ان هو يدخل خلال المرحله القادمه في التدريبات عقب مباراه التونشيب باذن الله. محمد، يمكن باسم كان عنده اصابه في جزع في الرباط الداخلي للركبه، بالتالي بيعود من الاصابه بخير، يعني باسم علي جاهز للمشاركه في التدريبات، لكن تدريب اليوم كان تدريب قوي، بالتالي مستر كارتيرون فضل ان هو يريحه او يتم استبعاده على انه يعود للتدريبات في يوم الاثنين القادم، صح كده؟ بالظبط كده يا عمر، وده نفس الامر لعدد من اللاعبين. لكن الشيء اللافت للنظر رغم قوه التدريب ورغم ان وليد سليمان وحسام عاشور لاعبه الفريق تعرضا لاصابه في المباراه الاخيره امام تاون شيب وفضل الجهاز ان يعطيهم راحه لمده 48 ساعه، لكن واضح بشكل كبير نتيجه مشاركتهم في التقسيمه الجماعيه النهارده تحديدا حسام عاشور ووليد سليمان اصبحا جاهزان بشكل كبير جدا لمباراه تاون شيب ظل اعتماد الجهاز الفني عليهم في التقسيمه الجماعيه. شكل المران النهارده اقدر اقول لك يا عمر ان التقسيمه يعني بشكل عام كارتيرون عايز او وصل للشكل الفني اللي هيلعب بيه المباراه القادمه. سواء في تحرك لاعبي خط الوسط الهجوم، في عدد التمريرات، في نقل الهجمه من الدفاع للهجوم، النهارده كارتيرون عمل بعض الجمل التكتيكيه على التدريب سواء في لمسات صغيره وقليله جدا وفي مساحات ضيقه على ان يتم ختام الهجمه بكره عرضيه او في الكرات الطوليه من خلف خطوط الدفاع للامام بحيث يكون في تحرك لطرفي الملعب لتكمله خط الهجوم. بشكل عام من خلال متابعتنا للتقسيمه الراجل قدر يوصل للشكل اللي ممكن الاهلي يؤدي بيه في المباراه القادمه، حتى لو النهارده احمد فتحي وعلي معلول ما كانوش موجودين في التقسيمه الجماعيه، لكن هو الشكل اللي عايز ينفذه النهارده كان بيحفظه اللعيبه. وعايز اقول لك وقف التمرين كمان يا عمر اكتر من مره عشان اللعيبه تنفذ التعليمات بالحرف، يعني ما كانش بيسمح ان الباص يطلع الا بالشكل اللي هو شايفه وعدد التمريرات بالشكل اللي هو عايزه. تحرك المهاجمين كمان، وكمان النهارده كان بيوقف التقسيمه اكتر من مره عشان تحركات وليد ازارو ومروان محسن في خط الهجوم وعلى جانبي الملعب بيكون ازاي عشان التسديد كمان وما يكونش فيه اهدار للعديد من الفرص. ايضا كمان مشاركه مؤمن زكريا رغم انه غاب بالامس عن التمرين، لكن حرص كارتيرون والجهاز المعاون يكون مؤمن موجود في التقسيمه الجماعيه، وكان في بعض الملاحظات والتعليمات الفنيه من كارتيرون تحديدا في خط الوسط الهجوم ومهاجمي الفريق مروان محسن ووليد ازارو. يا عمر، هل الكدمه اللي اتعرض ليها وليد سليمان كانت خفيفه ولا كانت يعني كبيره، وكان ان هو ما قدرش يكمل التدريبات بعد اصابته بكدمه؟ لا تذكر يا عمر، وبصراحه لفت للنظر بالنسبه لي ان بعد التمرين فوجئت ان يعني معظم الاخبار اللي صدرت عن التمرين من الزملاء كلها تتحدث عن ان اصابه قويه واثار الفزع،
اصابه وايد كدمه خفيفه جدا في الركبه، يمكن الدكتور بس نزل اطمن عليه وكمل على طول، يعني ما خدتش اكتر من 3 دقائق في الملعب وليد كمل التمرين. والادهى من كده يعني في ختام التدريب كان في تدريب على القياسات السرعه. انا كنت لسه اسالك عليه، 18 لاعب على 14 لاعب من اللعيبه الاساسيه. تمام. ومع ذلك وليد شارك في هذا التدريب بشكل قوي جدا، ولفت نظري شيء في النهايه رغم يعني حده الكارتيرون في التدريب النهارده والالتزام بالتعليمات الفنيه، لكن تعامل نفسيا بشكل كبير جدا مع اللعيبه بعد نهايه التدريب، حرص على مصافحه كل لاعب بعد نهايه هذا التدريب الشاط البدني الفني. كان لقطه نفسيه وانسانيه بينه مع اللاعبين ان هو ساعه الجد ساعه التمرين بيبقوا محتاج ان التعليمات تتنفذ بدقه، لكن في نفس الوقت بعد نهايه التدريب بيصافح كل اللعيبه، وده شيء انا النهارده اول مره اشوف مدير فني انه يحيي كل اللعيبه بعد نهايه التدريب. يعني هل رفع الحمل البدني النهارده يا محمد كان سبب في ان بكره اللاعبين ياخدوا راحه استعدادا لتمرين يوم الاثنين والسفر الى بوتسوانا في رحله شاقه، ولا الهدف منه ايضا ان هو اراحه اللاعبين من التدريبات فقط، وان الحمل البدني ده حاجه كده موجوده في خطه كارتيرون الاسبوعيه في التدريبات؟ بص يا عمر، تحديد مواعيد يعني هي الجهاز الفني فكر فيها، وانا سالت حتى الجهاز على هذه النقطه، ان كان بعد مباراه الجونه الوديه كان ثاني يوم على طول في تمرين، النهارده في تمرين، بكره اجازه. الفكره في حد ذاتها مرتبطه بموعد سفر الفريق. تمام. النهارده الفريق عمل تقسيمه جماعيه لان هي افضل تدريبه قبل السفر. تمام. في ظل جاهزيه معظم اللعيبه، ان كان 3 أو 4 لاعبين بس عندهم مرحله استشفاء وتدريب بدني خفيف، لكن فكره ان يوم الاحد اجازه والاثنين يكون تدريب مسائي، لان يوم الثلاث انت هتوصل بتوانا بعد رحله سفر حوالي من 10 الى 11 ساعه يتخللها ترانزيت في اديس ابابا حوالي 1.5 ساعة، فبالتالي انت هتوصل 2 ظهر يوم الثلاثاء، فاحتماليه انك تتدرب يوم الثلاث غير مؤكده حتى الان، فبتقدر من خلال تدريب الحد القوي وتدريب السبت القوي النهارده وتدريب يوم الاثنين المسائي قبل السفر تكون وصلت المعدلات جيده، بحيث انك لو اعطيت الفريق راحه يوم الثلاث يكون الفريق ماشي بمعدلات بدنيه جيده جدا في الاستعداد النهائي قبل بقى الثلاث ايام الاخيره لمباراه ساون شيب. هي الفرقه او الجهاز حدد مواعيد تدريبات ومعدلات الوحدات التدريبيه والبدنيه اللي هياخدها الفريق بميعاد السفر، وان الفريق هيسافر فجر الثلاثاء ويصل ظهر الثلاثاء الى بوتسوانا، فمعدل السفر هيكون طويل مع وصول الفريق واحتماليه عدم خضوعه للتدريبات، ده اللي خلى الجهاز الفني يشتغل على معدل التدريبات والوحدات التدريبيه في اليومين اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي. يا محمد، هل في ملامح للقائمه اللي هتكون موجوده في السفر لبوتسوانا ان شاء الله؟ اقدر اقول لك يعني حتى هذه اللحظات القائمه الافريقيه في النادي الاهلي 28 لاعب. تمام. احتماليه طبعا هيبقى حتى هذه اللحظه انت بتتكلم ما يقرب من 25 لاعب هم اللي هيكونوا موجودين في مباراه تاون شيب والسفر ان شاء الله اذا ما كانش في اصابات لا قدر الله خلال الايام القادمه، لكن 25 لاعب اذا استبعدت بالطبع عبد الله السعيد وكماني واحمد حمودي، في ظل ان احمد حمودي حتى هذه اللحظه واحمد الشيخ، بس احمد الشيخ غير مقيد في القائمه الافريقيه، لكن احمد حمودي يمكن برضه خلال اليومين الثلاثه ما كانش موجود في التدريبات، فيبدو ان في اتفاق بينه وبين الجهاز الفني حول مصيره في الفتره القادمه، لم يعلن حتى هذه اللحظات، لكن لو يعني حذفت اسم عبد الله سعيد واحمد حمودي وبكماني من القائمه الافريقيه فتبقى القائمه ب 25 لاعب حتى هذه اللحظات. طيب، هل البرنامج القادم للنادي الاهلي من حيث السفر والاستعداد لمباراه تاونشيب تقدر تقوله لي ايه اللي يقدروا النادي الاهلي يعمله الفتره القادمه؟ هل السفر يوم الثلاث او فجر يوم الثلاثاء صح النادي الاهلي هيوصل؟ ايه الاستعدادات اللي هيقوم بها النادي الاهلي استعدادا لمباراه تاونشيب؟ طيب، بكره الفريق راحه سلبيه، يوم الاثنين في ميعاد الجهاز الفني حدده لتجمع كل اللاعبين الساعه 6 مساء في مقر النادي بالجزيره، التدريب هيبدا الساعه 7 في ميعاد لتناول وجبه العشاء داخل مطعم النادي الساعه 9 مساء بعد التدريب مباشره، ثم التحرك من مقر النادي الاهلي بالجزيره في 10 مساء الى مطار القاهره، الطائره ستطلع من مطار القاهره في حدود الساعه 2:30 من صباح يوم الثلاثاء عبر الخطوط الاثيوبيه، الفريق هيصل اديس ابابا في الساعه 7 صباحا. تمام. يمكث لمده ساعه ونصف ترانزيت في مطار اديس ابابا، ثم يقفز الطائره عبر الخطوط الاثيوبيه من اديس ابابا الى مباشره الى العاصمه البتسوانيه جبروني، ليصل الفريق باذن الله في حدود الساعه 2 من ظهر يوم الثلاثاء، يعني حوالي 11 ساعه او 10 ساعات سفر اذا ما حسبنا طبعا الترانزيت اللي هيقود الفريق في اديس ابابا، يصل الفريق ظهر الثلاثاء ثم يحدد الجهاز الفني بعد الوصول مواعيد التدريبات والاستعداد لمباراه تاون شيب حتى موعد المباراه باذن الله في 6 من مساء السبت القادم على الملعب الوطني في جبرون. محمد، يعني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، اتكلمت معايا باستفاضه على اخبار النادي الاهلي، ودايما دايما